هذا الجمهور الجميل والرائع الذي يشجع دائما الفنون التراثية في هذا الشهر العظيم. دأبت جماعة مكناس على تنظيم ليالي رمضان احتفاء بالتراث الموسيقي الأصيل، وستعرف هذه الساحة الأثرية، هذه الساحة التاريخية، ساحة لهديم، ثلاث أمسيات مختلفة نقدم فيها مجموعة من الفنون التراثية. وهذه الليلة سنلتقي مع فن عزيز على قلوب كل مكناسيين، هو فن عساوة. شكون يمس عساوي؟ كل شيء عساوي ياك؟ أبيكم عساوة؟ تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذه الأمسية الأولى من ليالي رمضان التي تنظمها جماعة مكناس. والآن نلتقي مع طائفة شابة، طائفة أولاد عساوة برئاسة المقدم نور الدين الضاوي. وللإشارة، فالضاوي هو ابن المرحوم الضاوي الذي أفنى حياته في هذا الفن العساوي رحمة الله عليه في هذه الليلة المباركة. ومعنا الابن دياله اللي خضى المشعل، هو أحسن خلف إن شاء الله. فمرحبا بسي الضاوي معنا في الليلة الأولى والليلة الافتتاحية لليالي رمضان. مرحبا بك. صلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى آل وسلم. يا حبيبا جاء Oh, sweet, and the baby will pass on.
Oh,
Oh,
المعلم الضاوي نقدم الضاوي ديالنا بارك الله عليك وباش معنا ديك الله يكثر خير الله يحفظك الله يحفظك اسي الضاوي والثراء ديالنا لا زالت مستمره دائما في اطار ليالي رمضان للمديح والسماع واللي تقدمها جماعه مكناس هذا التقليد اللي دابت عليه الجماعه منذ سنين والجمهور المكناسي اللي كيواكب هاد الليالي تبارك الله عليكم وتحيه للجمهور حاضر معنا في هذه الامسيه الاولى من ليالي رمضان. اذا كما قلت السهره ديالنا مازال مستمره والان سنلتقي مع فن جميل فن الانشاد والمديح ونلتقي مع فنان متألق فنان بصم مساره الفني عبر عدة محطات منها مهرجانات وطنية ودولية كذلك عدة برامج تلفزية في القناتين الأولى والثانية وكذلك القناة السادسة وعدة قنوات أخرى خارج المغرب تألق في فن السماع والمديح كذلك له عدة إصدارات 6 إصدارات بالضبط هو فنان أتانا من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من الحي المحمدي وما أدراك من الحي المحمدي الذي أعطى عدة فنانين ومبدعين ورياضيين ولجأ فناننا عالم الفن سنة 1997 حيث أنشأ أول فرقة إنشادية خاصة لفن المديح والسماع يمتاز المنشد بأدائه المغربي الأصيل تشفت منه بالعراقة والتراث المغربيين إنه المنشد المتألق الفنان عادل القاسمي إذن أترككم مع فناننا ضيف مدينة مكناس والإشارة يرافقه هذه الأمسية أجود الفنانين العازفين الكبار بمدينة مكناس برئاسة أو بقيادة الفنان زهير الغريب ولا أستثني أن معنا أساتذة كبار هم أساتذة بالمعهد الموسيقي لهم بصمة في مجال الموسيقى بصفة عامة ولكن في التراث الموسيقي بصفة خاصة وتحية لكل الكبار منهم سي فؤاد غني عن تعريف كذلك سي رشيد الحكيم اللي كاين معنا هذه الليلة سي الواريتي ومجموعة من الفنانين الكبار حقيقة عازفين اللي أعجز عن ذكرهم جميعا ولكن مسارهم الفني الحمد لله هو خير دليل
على تواجدهم في الساحة الفنية الوطنية بامتياز. إذن فرجة ممتعة، وأترككم مع المنشد عادل القاسمي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد بن امه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. صلوا عليا كثيرا. اصلي علينا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله. رمضان كريم، الله تعالى يدخلنا بالرحمه والمغفره ونعس من النار ان شاء الله تعالى، ونصر التمكين لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لنا الشرف العظيم نحضر مع ناس عريقه، ناس طيبين. ونشكر بذلك جماعة مكناس وشخصية رئيسها ثم باقي موظفيها، والله تعالى يتقبل منهم مجهودهم ويجعل في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى. كما لا يفوتني نشكر الفرقة الموسيقية كل واحد باسمه، وهما هم زعما راه غني عن كل تعريف ياك أسيدي، راه كتعرفهم أكثر من يمكن أنا ياك أسيدي. بسم الله وعلى بركة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
شاء الله موسيقى موسيقى. صلوا على نبينا خاصة عيد رسول الله في يمينهم. صلوا على نبينا خلاص عليك يا رسول الله وسعد الشرف الله يحفظك يا مولاي. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرينا جمعا يا حاضرينا. صلوا عليه يا حضر صلوا عليه يا حضر محمد زيد البشر صلوا عليه وزيدوا ما تجيش حاجة ما تجيش زيدوا زيدوا في الصلاة على زيد خاطرك وصلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة يكون الله عليه صلى عليه الله صلاة واحدة كفاك الله هم الدنيا والآخرة أو كما قالوا عليهم رضوان الله عليهم يا سيدي. صلوا عليه وزيدوا صلوا عليه وزيدوا صلوا ألف صلاة صلوا ألف صلاة الله الله صلوا على نبينا
شكرا جمهور مكناس الجميل وقبلوا علينا وشكرينا، وشكرا للاساتذه اللي معنا العازفين كل واحد باسمه، وشكرا للتقنيين ما نساوش راس سيدي مصطفى والفنان ديالنا العظيم سيدي محمد ياكازي، وكذلك جميع الناس من شخصي رئيسها وجميع الفعاليات ان شاء الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. تبارك الله على السي عادل القاسمي، وخصو عندنا عاود ترجع عندنا الكلاس ان شاء الله. ها ياك سي عادل مازال ترجع عندنا الكلاس ان شاء الله شي فرصه اخرى. تبارك الله عليك، وتحيه الكناسيه ليك ولكل فنانه مدينه الدار البيضاء. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك، وتبارك الله على كل العازفين ديالنا اللي نورونا هذه الليله هذه، واللي هما سفراء الموسيقى في كل بقاع الوطن وخارج الوطن كذلك. تحيه لكم كاملين، وغادي نختموا هذه السهره هذه الاولى ديال ليالي رمضان مع عزاوة كيف بديناها، ودائما مع وليدات عزاوة برئاسه المقدم شريف الضاوي. اذا فرجه ممتعه، ولنا لقاء غدا ان شاء الله في برنامج متنوع غادي يكون فيه فروق تراثيه، وغادي تكون فيه فرقه اللي غتجي عندنا من مدينه الرباط، واللي غتقدم لنا لوحات صوفيه جميله جدا على شكل يعني الصوفي وشكل الدراويش. كل شيء تيعرف الدراويش. اذا غدا ان شاء الله نضرب لكم موعدا بنفس المكان في نفس الموعد، وتخليكم مع عزاوة فرجة ممتعة. نمشي له ونعود، كمل يا ربي نمشي له ونعود.
علينا وس